شو يعني هيدا الولد يعاني من الشلل الدماغي؟ الشلل الدماغي سحار هو اضطراب بيصيب الجسم، بيصيب الحركة بالجسم عند الولد يا قبل ما يخلق أو على الولادة، قليل كتير تيكون من بعد الولادة، بس بيكون أكيد بيبي. وبصيب أوقات كمان بيرافقوا أوقات اضطرابات كمان ذهنية، وقت ينقطع الأكسجين عن الدماغ قبل الولادة، على الولادة إذا صار في صعوبة أو من بعد وقت يكون الولد كتير كتير صغير، معقول كتير يكون في شلل دماغي، وساعتها بيكون في اضطرابات على الجسم وأوقات على الذهن. هون هو الصور بنستعملهم مع الأشخاص اللي ما عم بيقدروا يحكوا أو وقت يحكوا ما بيكون واضح أبداً. هون بنكون نحن كمعالجين نطق عملنا مثل سيستم او كلاسور، او بنصير نستعمل صور لانه الشخص ما عم بيقدر يعبر شفهيا او بحكيه عن حاجاته، عن اللي بده يقوله، عن حيالة فكره بده يوصلها للاشخاص اللي حواليه. بيقدر ساعتها لانه بيكون بيفهم كثير منيح، بنقدر ساعتها ننظم الامور اكيد مع التنسيق مع الاهل ومع الفريق العمل، نكون عم نستعمل على طول نفس الصور حتى يقدر يدلنا على اللي بده يقوله. يعني صوفي كل حاله وإلى طبيعتها، وكل حاله وإلى علاجها، فوين بيكمن دوركم بالتحديد؟ وكل حاله كيف ممكن تتابعوا معها وتوصلوها؟ لانه لازم يكون في تقدم معين حتى لو التقدم كان صغير، بس اكيد انتم بتشتغلوا لتلاقوا بهالحاله تقدم ولو مينيموم. صحيح. هلا بيكون في فريق عمل مثل ما عم بتقولي، اكيد بيكون في فريق عمل، اكثر شيء بيكون في علاج فيزيائي اهم شغله، وبيكون في كمان غير علاجات بيناتهم علاج النطق. علاج النطق اذا كان في مشكله بالاكل اكيد اهم شغله يكون العلاج، بنكون عم نحط اولويه لسلامة الولد، يكون عم بيقدر يبلع مظبوط بلا ما يتشردق ويقدر يمضغ الأكل ويبلعه، هيدي أهم شغلة إذا كان عنده صعوبة عنده. وإلا أكيد إذا الولد ما عنده هول الصعوبات، معقول يكون مثل ما كنت عم بقول ما عم بيقدر يحرك كتير منيح تمه، ونعمل تمارين للتم ليقدر يحركه منيح وبالتالي ليصير يحكي أحسن وأحسن. خلينا نفوت لعندك على الكلينيك، صار عندك حالة من هالحالات، من وين بتبلشي؟ يعني خبرينا صوفي وين الخيط يلي بتبلشي منه مع هالطفل يلي يعاني من الشلل، إذا كان الشلل قوي وإذا كان الشلل خفيف. أكيد بالأول بدنا نعمل تقييم، أكيد في أسئلة للأهل كمان، بدنا نعرف إذا دغري بنعرف ببين إذا عنده صعوبة على مستوى التم ولا لا، إذا عم بحركه منيح أو ما عم بيحكي. يعني هون بدنا نشوف أكيد الهدف الأخير إذا بدك هو التواصل، إذا هالشخص هالولد عم بيقدر يحكي ويتواصل مع الباقيين أو لا، لأنه هيدي هي النقطة الأساسية اللي نحن رح نشتغل عليها. إن كان بطريقة الصور مثل ما كنا عم نفرجي نسميهم بيكتوغرام حتى يقدر يدل، نعمل هيدا السيستام، نقترح هيدول الصور على الأهل يصيروا يستعملوهم على طول، وعلى طول يتواجدوا قريب على الولد، ما يكونوا محطوطين محل بعيد لأنه وإلا ما رح يرجع يستعملهم. أو بالعكس نكون هو صار بمرحلة كتير متقدمة عم بيقدر يحكي بس اللفظ منه واضح، من وراء هيدا السبب الأشخاص اللي حواليه ما عم بيقدروا يفهموا حكيه كتير منيح لأنه منه واضح، لأنه حركة التم منه كتير قوية، حركة اللسان الشفاف والشفاف اللسان والخدود. ساعتها نحن بنكون عم نعمل هون تمارين للأشخاص اللي عندهم صعوبات بالليونه بهيدي المنطقه. بس اذا كان صعوبه الولد بعده كتير صغير، اوقات بنشوف اولاد كتير كتير صغار ببي، ساعتها بكون اكثر شيء عندهم صعوبه بالاكل وبالبلع. كمان بدنا نعطي تمارين للام، اكثر شيء مهم انه الام تساعدنا لانه هي فيها تعمل له التمارين كل يوم، يوميا فيهم ينعملوا التمارين، بينما نحن ما رح نشوف الولد الا اذا كان بمركز بنشوفه ساعتها يوميا وبينعملوا التمارين يوميا. صوفي قلتي هلا حضرتك انت عم تحكي، قلتي انه من الا للام تعمل له تمارين، شو فيها تعمل غير هيك؟ غير التمارين بتكون اول شيء عم تحكي، لانه انا عم بقول اكثريه الاولاد بيتاخروا بنطقهم، ليش؟ لانه ما كثير بنكون عم نحكيهم قد ما بنكون مهتمين بصحتهم. كل ما هي حكيته، كل ما هي لو ما عم بيقدر هو يعبر بيكون هو عم بيسمع، مش لأنه الولد أوقات ما بيرد أو منه قادر يرد ما بيكون عم بيسمعنا، بالعكس هو بيكون على طول عم بيسمعنا ومركز على الأشخاص اللي حواليه عم بيحكوه. قد ايه العلاجات يلي بتقوموا فيها افيكاس فعاله؟ حسب، يعني هلا هون عم نرجع حسب قديش كان الضرر كبير بالدماغ، وكل ما الولد اكيد اصابته اخف
كل ما اذا بدك بطريقه معينه الشغل اسهل ورح نلاقي نتائج اكبر لانه اصابته اخف.